Good afternoon girls, how are you? I hope you are fine. بنات كملنا الوحدة السادسة، كملنا القواعد مالتها كلته. ما ضل عندنا شي قواعد بقى الفهم كمل. بقى بنات هسه نجي على الحفظ عليكم مع قطعة The School of Future. أكيد كنت حفظتم أسئلتها لأن أخذناها. فاليوم بنات راح نبدي الحفظ. عندنا راح تحفظوا لي أسئلة القطعة مال الأفيمس كارير، مهنة مشهورة، وراح تحفظوا لي الإنشاء مال الوحدة السادسة. أوكي بنات، بنات الأسئلة بالقطعة بالكتاب بنات كلش كلش طويلة وكلش يعني كلماتها صعبة، يعني ما عدا اللي موجودة بالأسئلة يعني. فأريد منكم إنه تركزوا لي فقط على الأسئلة كلها طلعتوا لكم هي، لأن القطعة حاليا ما نقراها طويلة وصعبة، وأعرف ما راح تقرأوها كلتكم. أوكي فراح نجي على الأسئلة مال A Famous Career. Let's start girl. السؤال الأول بنات A Famous Career. القطعة بنات قبل ما نبدي بيها هي تحكي عن مهنة مشهورة، مهنة منو؟ ابن الهيثم، ولادته وتعليمه وشهرته وأشنو اللي شهر بينه وأشنو الأشياء اللي استدعونه حتى ينجزه إلى آخره. أوكي بنات فراح نبدي نحكي عن ابن الهيثم. السؤال الأول when and where was ابن الهيثم born؟ أين ومتى ولد ابن الهيثم؟ He was born in 1965 in Basra, Iraq. ولد سنة 965 بالعراق يعني بالبصرة. When did he receive his education؟ وين تلقى تعليمه؟ He received his education in Basra, Baghdad. And later traveled to Egypt and Spain. اتلقى تعليمه بالبصرة وببغداد. بعدين راح على سافر على مصر وعلى إسبانيا. أوكي بنات هاي أول سؤالين. Let's go to the third question. ثالثا بنات What was ابن الهيثم called؟ إيش كانوا يسمون ابن الهيثم بنات؟ بنات أتكم سؤالين الأخهم راح يجيكم. أول واحد What was he called؟ وثاني واحد What was he known؟ أول يعني سؤال أتكم إيش كان يلقبونه، وسؤال آخر بإيش كان معروف، فلا تخربطون بين هذول السؤالين. السؤال الأول What was ابن الهيثم called؟ يعني بإيش لقبونه؟ He was called physicist and البصري. كانوا يسمونه physicist الفيزيائي والبصري. physicist and البصري، ما تنسوها، يلقبونه الفيزيائي والبصري. أوكي هذا لقبه. هسا نجي What did the calf in Egypt need ابن الهيثم to do؟ What did he propose؟ الخليفة بمصر طلب من ابن الهيثم أمر معين، أش طلب منه؟ أش احتاج منه؟ وأش اقترح له ابن الهيثم حتى ينجز هذا الشيء اللي طلبه منه؟ إذن What did the calf in Egypt need ابن الهيثم to do؟ What did he propose؟ أش احتاج الخليفة؟ وأش اقترح له ابن الهيثم؟ The calf needed him to regulate the flooding of the river Nile. He proposed a hydraulic system. أش اقترح له؟ عفوا أش احتاجه؟ احتاجه حتى ينظم له منسوب نهر النيل والفيضان من نهر النيل. وأش اقترح له؟ اقترح له النظام الهيدروليكي. Okay, the hydraulic system. Okay, هذا السؤال هم مهم. سؤال number five. What was ابن الهيثم's contribution during his stay in Spain؟ إيش كانت مشاركات ابن الهيثم خلال فترة بقائه بإسبانيا؟ ابن الهيثم بقى فترة بإسبانيا، بإسبانيا كان عنده عدة مشاركات، إيش هي هاي المشاركات بنات؟ He contributed to the fields of، شارك بحقول، بيش شارك؟ حقول إيش؟ يعني mathematics رياضيات، physics فيزياء، medicine طب، scientific methods طرائق علمية، and especially optics وخاصة البصريات. إذا فترة بقاء ابن الهيثم بإسبانيا بيش شارك؟ شارك بالحقول مال في mathematics رياضيات، عدوهم على صبيحكم mathematics رياضيات، physics فيزياء، medicine طب، scientific methods طرائق علمية، and especially optics. خمسة ما تنسوهم بنات. Okay, now let's go to number 6. What was ابن الهيثم known of why؟ بإيش كان معروف ولماذا؟ هنوك قلنا إيش كان يلقب، هوني بإيش كان معروف، ما تخربطون بالكلمة بنات.
هنوك كانوا يلقبونه، بس هوني كان شيء معروف بينه. He was known as the father of epitics. كان معروف بأبو البصريات. ليش اسمه أبو البصريات بنات؟ For his great contributions in the fields of epitics. المشاركات العظيمة بمجال البصريات. إذن أش كان معروف؟ كان معروف known in the father of epitics. أبو البصريات. ليش؟ For his great contributions in the fields of epitics. Epitics العفو. لمشاركاته العظيمة في مجال البصريات. Okay girls. بنات. Now let's go to number 7. أعرف بنات هاي القطعة صعبة شوية عليكم، بس أشنو؟ إذا حفظتملكم يوميا سؤال أو سؤالين أو ثلاثة ضبطتم مليح مليح ورجعتم عليهم، يعني إنه ما إلا تقعدوا تحفظوها كلها فترة وحدي. يعني إذا يوميا سؤال سؤالين ثلاثة وتراجعوه ممكن يوم أضبط مما أنه تقعدوا سوا تحفظوه وكل شيء ما تتذكرون منه. Now let's go to number 7. What was ابن الهيثم's famous book called؟ إيش كان اسمه كتاب ابن الهيثم الشهير؟ It was called Books of Epitics. كان يسمى كتاب المناظير، يعني بالإنجليزي Books of Epitics، وبالعربي تكتبوا لي عربي بس حروف إنجليزي كتاب المناظير، مناظير. أوكي، يعني تكتبوا لي اسم الكتاب Books of Epitics وتكتبوا لي بين قوسين كتاب المناظير. أوكي، كان يسمى كتاب المناظير. Number 8. What languages did ابن الهيثم's book translated into؟ على أي لغات اترجم كتاب ابن الهيثم؟ Okay, it was translated into Latin and many other languages. اترجم على لاتينية وعلى عدة لغات أخرى. إذن على أي لغات اترجم كتاب ابن الهيثم؟ اترجم على لاتينية وعلى عدة لغات أخرى. It was translated into Latin and many other languages. Okay. Number 9. What made ابن الهيثم famous؟ أشنو الشيء اللي خلى ابن الهيثم مشهور؟ أشنو خلانه مشهور؟ He made many experiments on the movement of light. عمل عدة تجارب عن إيش بنات؟ On the movement of light, colors, optical illusion and reflection. نجي نعددهم واحدة واحدة. What made ابن الهيثم famous؟ أشنو اللي خلى ابن الهيثم مشهور؟ He made صنع many experiments عدة تجارب on the إيش كانت تجاربه؟ Movement number one movement الحركة movement of light حركة الضوء. 2 colors الألوان. 3 optical illusions اللي هي الوهم الضوئي هذا ما أعرف شنو بالفيزياء الوهم الضوئي. and reflections والانعكاسات. 4 ما تنسوهم movement of light colors optical illusions and reflections. 4. Okay بنات. Now let's go to the number 10. When and where did ابن الهيثم die؟ متى وأين توفي ابن الهيثم؟ He died in 1040. توفى سنة 1040 في القاهرة. Okay 1040 ميلادية في القاهرة. 1040 1040 أوكي في القاهرة. Now let's go to number 11. Who celebrated ابن الهيثم achievements؟ من اللي احتفل بإنجازات ابن الهيثم وإيمتي؟ Who celebrated ابن الهيثم's achievements and when؟ من احتفل بيها وإيمتي؟ يونسكو celebrated ابن الهيثم's achievements. اليونسكو احتفلت بإنجازات ابن الهيثم بيش؟ In epitics, mathematics and astronomy. إيمتي بنات بيش؟ In achievements in epitics بالبصريات، mathematics بالرياضيات، astronomy بعلم الفلك. إيمتي بنات؟ ب2005. أوكي؟ إذن من اللي احتفل بإنجازات ابن الهيثم؟ يونسكو احتفلت بإنجازاته. إيمتي؟ ب2015. ليش احتفلت بأي إنجازات؟ أبتكس البصريات، ماثماتكس الرياضيات، and astronomy علم الفلك. ظل عندنا كم سؤال؟ عارف طويل وصعب ما يخالف. Number 12. What was the name of the short educational film produced by some of science؟ أشكان سنتر. إيش كان اسم الفيلم العلمي الوثائقي القصير اللي أنتجونه بعض مراكز العلوم؟
What was the name of the short educational film produced by some of Science Center? It was 1001. كان 1001. Inventions. 1001 اختراع. And the world of ابن الهيثم. كان 1001 اختراع. العفو. اختراع. وعالم ابن الهيثم. إذن الكتابين. 1001. Inventions and the world of Ibn al-Haytham, وعالم Ibn al-Haytham. Number 13. According to medieval biographers, how many works did Ibn al-Haytham write? تبعا للعصور القرون الوسطى والعصور الوسطى المؤرخين مع العصور الوسطى تبعا الكلام اش قد ألف كتب Ibn al-Haytham. He wrote more than 200 works. كتب أكثر من 200 عمل. A wide on a wide range of subjects, بعدة مواضيع يعني على نطاق واسع جدا من المواضيع. أوكي بنات، هاي القطعة إن شاء الله يعني تدرسوها وتحفظون أسئلتها مليح. هسا بنات إيش ظل لنا من الوحدة السادسة؟ بنات ظل لنا من الوحدة السادسة الإنشاء مع الوحدة السادسة اللي هو ما موجود بملزمتكم. راح أصور الورقة وأنزل لكم هي. أوكي هذا إنشاء الوحدة السادسة. ايضا تحفظونه مليح هكذا يجيكم بنات هكذا شوفونه يقلكم write about a career of a real person اكتب لي عن مهنة شخص حقيقي تعملوا لي جدول هكذا نفس هذا الجدول يحتوي على name اسم present job الوظيفة المقدمة مثل CV هذا career history تاريخه للشخص بهاي المهنة و Advantages of the job محاسن هاي المهنة أو إيجابياتها Disadvantages المساوئ Plans for future والمهنة أو المخططات للمستقبل أوكي فراح ناخذ النيم أشنو هو أخذنا ستيفن جون اسم الشخص هذا للسي في بنات اسم الشخص ستيفن جون Present job الوظيفة اللي مقدمي Teaches English language and grammar and speaking تدريس اللغة الإنجليزية قواعد ومحادثة career history تاريخ وباي المهنة أشنو after school بعد المدرسة University of London جامعة لندن studies English for 4 years درس إنجليزي 4 سنوات بجامعة لندن teacher training course for 1 year يعني مدرب لغة لمدة سنة taught English in America for 2 years درس إنجليزي بأمريكا لمدة سنتين نجي على advantages of the job محاسن المهنة enjoy working with young people متعة التعامل والعمل مع الشباب الناشئة people are very friendly الناس محبوبين جدا هسا disadvantages المساوئ مال هاي المهنة أشني it's tiring job يعني مهنة متعبة فعلا مهنة التدريس متعبة ينغاد نقف النهار كله plans for the future الخطط للمستقبل أشني الخطط للمستقبل بنات go back to university to study master in English literature visit another country خططه للمستقبل العودة إلى الجامعة لدراسة الماجستير في اللغة في أدب الإنجليزي visit another country وزيارة دولة أخرى أوكي بنات هذا كان إنشاء الوحدة السادسة أيضا تحفظونه مليح بنات هكذا على شكل مخطط هسه بنات الوحدة السادسة ما ظل عندنا شيء بيها فراح نشوف التمارين اللي أريد تحلوه لي هي وراح أكتب لكم هي على كلاس وورك يعني راح نختم اليونت إن شاء الله يبقى واجبكم حل جميع التمارين حتى نلاقي لنا يوم نمتحن بينه الوحدة السادسة أوكي هاي الخامسة كملناها ما عندنا شيء بيها السادسة هذا حليناه هذا حليتم بنات هذا حليتم بس ما رشعتمني و هذا اي بنات تكملون الحل بنات اغيد الحل مال صفحة 81 هذا بنات دي اكتب لكم هو ان شاء الله بالكلاس وورك انزله وعدكم صفحة 82 ايضا هذا مراجعة 82 اي وبي مراجعة هذا بنات عندكم بالإكسترا أكتيفيتي صفحة 83
تحلوا لي هذا فقط كلمات حسب المعنى، يعني تطلعون الكلمة بالقاموس وتحلوا لي التمرين. وظل عندنا هذا وبنات، لأن الباقي ما أكو قطع ما مطلوب منكم، حتى إن شاء الله كن ختمنا الوحدة السادسة وتمتحنون بالوحدة السادسة بعون الله بنات، ونبدي بالوحدة السابعة. and thank you.